تستمر الدعوات في السودان للتظاهر رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في وقت لا توجد فيه حكومة في السودان منذ 25 من أكتوبر الماضي. من جانبها دعت قوى الحرية والتغيير استخدام كافة وسائل التصعيد من تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني وإضراب سياسي، معلنة في بيان التزامها تكوين توافق بين قوى الثورة والتغيير. كما دعت قوى الحرية والتغيير إلى تشكيل جبهة موحدة للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر. في المقابل أكد مجلس السيادة الانتقالي أن مشاكل السودان لن تحل إلا من خلال الحوار.